كريمه لباني وبطاطس وتوم وجوز ماري، سبانخ وجبنه موزاريلا، جبنه شيدر، ملح وفلفل وزبده ولبن. هعمل ايه بقى؟ عندي هنا بطاطس اهي، عندي زبده، شويه كريمه لباني كده، شويه زبادي او لبن زي ما انت عايزه اهو اهي كده، ملح ابيض، فلفل ابيض، ملح ابيض برضو، وعندنا في الوان تانية في الملح، شوية زعتر، فص ثوم، ادي نص البطاطس اللي عندي، ادي السبانخ بتاعتي اهي،